الموجز السابع من الإخبارية السورية. أوسعت مساء نفذت واحدة من الجيش والقوات المسلحة ضربات مركزة على تجمعات التنظيمات الإرهابية بريف السويداء الجنوبي الغربي. وذكر مصدر عسكري أن واحدة من الجيش دمرت بؤران للمجموعات الإرهابية في رمايات مركزة على نقاط تحصنهم بين منطقتي خربة وجبيب بريف السويداء الجنوبي الغربي المحاذي للحدود الإدارية لمحافظة درعا. أصيب 9 أشخاص بجروح بينهم 6 أطفال جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بقذيفتين صاروخيتين سقطتا في محيط ساحة صعدلة الجابري بمدينة حلب. وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم قد أعلن رصد 8 خروقات لاتفاق وقف الأعمال القتالية ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في سوريا خلال الساعات 24 الماضية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون الثلاثي بين روسيا وإيران وأذربيجان سيسمح بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة قزوين. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الروسي إلى باكو للمشاركة في لقاء ثلاثي سيجمعه مع نظيره الإيراني حسن روحاني والأذربيجاني إلهام علييف، وأنه سيتم بحث العديد من المواضيع المطروحة للنقاش بالصيغة الثلاثية. في خبرنا الأخير، قتل 63 شخصا على الأقل في تفجير في مستشفى بمدينة كويتا في جنوب غرب باكستان، وأصيب 120 شخصا آخرين بجروح في الهجوم الذي حدث عند مدخل قسم الطوارئ بالمستشفى، حيث نقلت جثة محام مشهور أطلقت عليه النار في وقت باكر من صباح الاثنين. نهاية الموجز، شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله.